هذا بغت كور الأذوبة التعادل السلبي على الهلال السعودي في المباراة التي أقيمت على استاد الجنوب بمدينة الوفرة القطرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2020 التي تم استئنافها مؤخرا بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في مختلف دول العالم. ولعب الهلال مباراة اليوم منقوصا من عدد كبير من لاعبيه بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، أبرزهم سلمان الفرج وياسر الشهراني، وبدأ الهلال السعودي المباراة ضد بختكور بالتشكيل التالي: عبد الله المعيوف، البليهي، محمد جحفلي، جاني جوهيتسو، امير كردي، ناصر الدوسري، محمد كينو، كاريلو، سالم الدوسري، جوفينكو، جوميز. وبتلك النتيجه يحتل الهلال السعودي منفردا صداره جدول ترتيب المجموعه الثانيه برصيد 10 نقاط بعدما حقق العلامه الكامله في جولات الثلاث الاولى، متفوقا على بختكور الاوزبكي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما ياتي شباب اهل دبي بالمركز الثالث وفي رصيده 6 نقاط بفارق نقطه عن بختكور، بتواجد شاهر خضرو الايراني في ذيل جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.